الحمد لله الواحد بلا شريك والقوي بلا نصير والعزيز بلا ظهير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة فنصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحيات الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ المحترم ومعلم الناس الخير الشيخ محمد الأمين شعيب آدم المعروف بعمدة أحسن الله إليك يا رئيس الأمة وشيخ المحترم لا ننساك أبدا وأمس الشيخ إماما كان سيدكم في كل خير ولم ننساه لهو مثلا وجزاك الله في كل خير اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه فيا أيها الأجلاء يا ضيوف الفضلاء وأساتذة النبلاء أن الصدر لفرحان وأن العين لنظران نفرح بحضوركم إلى هذه الحفلة الممتازة جئتكم من أماكن شتى فإنها لفرصة أحببت أن ألقيها موجودة وأتلفظ بها كلمة بعد كلمة نيابة عن إخواني الطلبة للصف السادس الابتدائية من أكاديمية عمدة الإسلامية دفعة الثامنة المتخرجين في هذه الموافق ب2022 ميلادية ولست بخيرهم اسمي عبد الجلال بن إسحاق بن محمد أريد أن أتوجه إلى أميرة المدرسة ومعلمتنا في كل خير الأستاذة الجليلة شريفة الأمة وصيدلية الأمة وأيضا هي رئيسة الحسنة التي بطرت قلوبنا بتقوى الله وعلوم الذي هو الزهد المبثوث والمصباح المنير فلا ندري كيف نذهب بلا بهجتنا وغاية شكورنا إليك يا أم أمال وياسر يعني أستاذة جميلة آدم المعروفة بأم سمية ثم لا ننسى بجميع المدرسات في هذه المدرسة كالأستاذة عائشة صالح برزق وأستاذة عائشة آدم المعروفة بأم جميلة وأستاذة نفيسة عبد الكريم المعروفة بأم فاطمة وأستاذة حفصة أحمد وأستاذة عائشة طلحة المعروفة بأم علي وأستاذة سمية لول المعروفة بأم فرحان وأستاذة هاجرة أبة المعروفة بأم محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.